معنا الآن من بغداد مباشرة مراسلنا علي أسد. مرحبا بك علي. يعني مع انطلاق مباراة منتخبنا الأولمبي أمام نظيره الأرجنتيني، كيف هي الأجواء في الكرادة وتحديدا في مقاهي الرياضيين والمهتمين بالكرة؟ نعم علي. نعم، مباراة تاريخية مهمة بالنسبة للمنتخب العراقي، وهو يواجه المنتخب الأولمبي الأرجنتيني ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024. الجماهير العراقية متحمسة إلى هذه المباريات منذ أن خرجت القرعة مع المنتخب الأرجنتيني بطل العالم وكذلك كوبا أمريكا، لذلك نشاهد حضور جماهيري كبير على مستوى فرنسا وكذلك على مستوى الداخل. يعني رغم ارتفاع درجات الحرارة إلى أن الجماهير يتواجدون في المقاهي وخصوصا في المقاهي المغلقة كما نتواجد في هذا المقهى الآن، نشاهد عدد كبير من الجمهور رغم ان الوقت لا يزال يعني ظهيره وهو يعني موعد دوام رسمي بالنسبه للكثير من الوظائف، لكن نشاهد المتابعين يتابعون هذه المباراه من على شاشات التلفاز في المقاهي الرئيسيه. هنالك كثير من المقاهي مخصصة في بغداد لمتابعة مباراة المنتخب الوطني، تحتوي على شاشات كبيرة وكذلك أنظمة صوت وكل ما هو يتوفر بالنسبة للجمهور العراقي لكي يتابع الأولمبي العراقي في مشواره في أولمبياد باريس نحو تحقيق إنجاز تاريخي، على اعتبار أن المنتخب الأولمبي العراقي يعني صاحب أعلى إنجاز تاريخي بالنسبة للعرب حينما حصل على المركز الرابع في أولمبياد أثينا. لنسلط الضوء بشكل أكبر على المشاركة الجماهيرية والمشاهدة لهذه المباراة، معي أحد الجماهير. اليوم مباراة مهمة وتاريخية بالنسبة للأولمبي العراقي، كيف تتابعون هذه المباراة وما هي الآمال؟ أمانة مبدئيا السلام عليكم. أمانة كلش نطمح أنه ناخذ هذه النقاط الثلاثة حتى يتأهل العراق إلى المربع القادم. نعم، منتخب الأرجنتين منتخب قوي وصعب. وايضا ابطالنا وولدنا اصباع من علي جاسم، يوسف الامين، ايمن الحسين، يعني فريقنا ايضا لا يستهان به. ليش العراقي دائما يحب يشاهد مباراه المنتخب بتجمعات مثل ما موجودين احنا اليوم؟ يعني هي المتفرغ الطاقه الوحيد بالعراق هي كره القدم، يعني هي عشق الشعوب. يعني هسه انا عرفت الشغل مالتي واخذت زمنيه وجيت هنا للمقهى حتى اتابع المباراه، بحر من الجمر. شكرا جزيلا. اذا يعني دائما الجماهير العراقيه تحب ان تشاهد مباراه كره القدم بشكل تجمعات، لكن بسبب ارتفاع درجات الحراره بعض الاماكن المخصصه للجماهير خلال البطولات الماضيه الان اغلقت. مثلا نتحدث عن بعض الجماهير كانت تتواجد في ساحه التحرير ويتم تخصيص شاشات كبيره في هذه الساحه، وايضا هنالك مناطق اهليه يعني تحتوي على شاشات كبيره في الهواء الطلق، ولكن موعد المباراه الساعه الرابعه مساء تقريبا. درجات الحراره في بغداد يعني تصل ربما الى 45 درجه مئويه، بالتالي يدفع الناس الى الدخول نحو المقاهي المغلقه كهذا المقهى الذي نتواجد فيه، والجماهير بانتظار فرحه كبيره بالنسبه للمنتخب العراقي. طبعا المباراه انطلقت قبل دقائق من الان وهي لا تزال مستمره بانتظار نتائج ايجابيه يعني للاولمبي العراقي، خصوصا انه ينتظر ايضا مباراه الاولمبي المغربي والاولمبي الاوكراني، وبعد هذا يعني بعد هذه المباراه سوف يتحدد المتاهل الى الدور الثاني من عدم رويده. نعم، نتمنى الفوز لمنتخبنا. علي اسد من بغداد، شكرا جزيلا.